مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا ريهام، سني 31 سنة، وزني 106 كيلو، وجاية بعمل النهاردة عملية تكميم في مركز دكتور كريم صبري، لأن عندي مشكلة في الفقرات بتاعت ظهري ومشكلة في فقرات الرقبة، عملالي مشكلة بسبب زيادة الوزن، فلقيت حد قريبي كان عنده نفس المشكلة تقريبا وعمل العملية مع دكتور كريم، ولقيت فيه فرق معاه جامد بعد كده، حس بتحسن كبير، فقررت ان انا اعمل العملية مع دكتور كريم، وان شاء الله يعني تيجي بنتيجة كويسة، واشوفكم بإذن الله بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من ضمن حالات الليست مدام ريهام، 106 كيلو، احنا هنعملها تكميم معدة. تكميم المعدة هي عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. من ضمن حالات الليست النهاردة في تكميم، في تحويل، في عملية إصلاح لجراحات سابقة. طبعا تكميم المعدة بنصاص الجزء كبير من المعدة، بنبقى جزء صغير على كريبريشن تيوب. الحقيقة طبعا إن الجزء ده بيكفينا بوجبة صغيرة، بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترات كبيرة. إن شاء الله يعني إقامة أقل من 12 ساعة ما بعد العملية، بعدها بنخرج لنشاطنا، ممكن أقضي يوم في البيت ما بعد العملية وننزل شغلنا بعد كده على طول. النزول الوزن هو نزول تدريجي مؤكد إن شاء الله ما بعد العملية، بحيث نحن نرجع لوزننا الطبيعي. هنطمنكم على مدام ريهام إن شاء الله بعد العملية بإذن الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة ممتازة، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى،
وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. انا ريهام، انا لسه طالعه من عمليه تكميم من حوالي ساعه بالظبط. الحمد لله العمليه مش متعبه خالص وسهله جدا، وبنصح اي حد محتاج ان هو يعمل التكميم ان هو يجي لدكتور كريم صبري. بجد هو دكتور رائع جدا والحمد لله عملها بسهولة قوي وما حسيتش بأي تعب والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطمنكم على مدام ريهام ما بعد عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية الهدف منها إنقاص الوزن. عملية تكميم المعدة كمان بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال جزء كبير من المعدة، بتبقى جزء صغير بناكل فيه، يعني بيزود نسبة الشبع بنسبة كبيرة، ما بنجوعش على فترات كبيرة وبنشبع بسرعة ما بعد وجبة صغيرة. عملية تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في إجراءها، السهلة في الإعادة للنشاط، يمكن أرجعنا لشغلنا ما بعد العملية بيوم، والحمد لله على السلامة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. الجلد من الحاجات اللي مع الوقت بتحتاج عناية خاصة جدا وعناية إضافية، لأنه أكتر حاجة بتتأثر. يعني هنلاقي لما بنزعل وشنا بيتأثر، لما بنتخن وشنا هو اللي بيتأثر، لما بنخس برضو وشنا هو اللي بيتأثر. أي حاجة يعني أي تغيرات في الحالة المزاجية أو في الحالة النفسية
او في الحاله الصحيه بتبان على الوش على طول. لذلك لازم يبقى في عنايه دوريه ويوميه بالوش علشان خاطر هو ده المرايه بتاعتنا. يعني اي عيب ممكن يتداري، لكن الوش صعب جدا ان احنا نداري عيوبه او مشاكله، خاصه مع السيدات اللي ما بتحبش تحط ميك اب وضد الميك اب. فيعني لازم تعتني بشكل كبير جدا وتستعين بالحاجات اللي تقدر تخليها شكلها اصغر بكتير من سنها، لان كلنا طبعا بنبقى مبسوطين لما شكلنا بيبقى اصغر من سننا. من الحاجات دي طبعا هو ماسي درو جولد اللي هنرحب بضيفتنا العزيزه في النهارده، دكتوره دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ ازيك يا يمنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله اي طبعا. حاجه بتبان على الوش على طول، زعل بقى، خسيه، تخن، حاله نفسيه، يعني اي حاجه صح. اي حاجه بتبان على الوش فعلا. فلازم ان احنا نعتني بيه بشكل كبير عشان ما نجيش نتضايق بعد كده. لانه في ستات كتير قوي بتتضايق من الموضوع ده وتيجي تندم وتقول انا اللي سبت نفسي، انا اللي ما اهتمتش بنفسي، انا. فماسي من الحاجات المهمه. طبعا السيدات كتير بدات انها تستعين بيها وحلت لها مشاكل كتير. طبعا ماسي حل مشاكل كتير قوي لسيدات وبنات صغيره ولرجال ايضا. ماسي درو جولد في فتره قصيره قوي حقق انتشار كبير جدا، انتشار واسع جدا، مش بس في مصر ولا الوطن العربي، اعتقد العالم كله. ماسي درو جولد ليه حقق الانتشار ده والنجاح ده؟ لانه الوحيد اللي مكون من 56 مكون. ماسي درو جولد ما تصنعش في يوم، ماسي درو جولد ما تصنعش في شهر ولا في سنه. ماسي درو جولد قعدوا الكيميائيين في ايطاليا، طبعا هو منتج ايطالي الصنع، فالمصنع في ايطاليا الكيميائيين صنعوه في 6 سنين ابحاث بقى وكلينيكال ترايلز، كل شويه يصنعوا منتج ويجربوه على كل الوان البشره، يجربوه على كل انواع البشره، وما قالوش لا خلاص يلا من اول سنه ده حلو، قعدوا سنين طويله 6 سنين لغايه السنه السادسه. صنعوا منتج فيه 56 مكون ليه سر تركيبه يا يمنى معينه. سر ايه؟ سر تركيبته ان كل المكونات دي اتحطت طبعا كالكوليشنز معينه وماشينز معينه، اتحطت في درجه حراره معينه، تعقيم معين. كيميائيين ومصنعين ماسي درو جولد يعني عندهم خبره كبيره جدا في تصنيع مستحضرات التجميل، ده سر تركيبته. يعني مش بس المكونات دي اتحطت على بعض وعملنا منتج، لا هو لازم كل مكون ليه حسابات ومقادير معينه عشان تدي البيست. هو الاختلاف كمان يا دكتوره دينا انه بيصلح لكل انواع البشره، لانه اللي كان متعرف عليه او اللي احنا عانينا منه قبل كده كتير انك لو بشرتك دهنيه لازم تجيبي حاجات خاصه مش عارفه ايه، لو بشرتك جافه لازم تجيبي ايه. حتى زمان كنا بنجيب كذا حاجه صح. يعني حاجه للعين وحاجه سيرم بيتحط الاول وليل نهار مش عارفه ايه، اكيد اكيد يعني كنا بننسى صح. حاجه من الحاجات دي او بنكسل او يعني عارفه بنحط حاجه واحده وخلاص. فهو 6 سنين بتعملوا حاجه صح. عشان تنفع بقى تغني عن الحاجات دي كلها وتنفع للانواع على البشره صح. انواع البشره الدهنيه كمان، بشره دهنيه عايزه عنايه خاصه صح. بشره دهنيه اكيد عايزه عنايه خاصه. ماسي درو جولد متصنع كله بطريقه النانو، طبعا دي كمان سر تركيبته، فمناسب وملائم جدا للبشره الدهنيه، انه ما بيسيبش اي اويلز على البشره ولا بيعمل حبوب، ولا هو اويلي بيز، هو اكوا بيز. الفرق يعني ايه اكوا بيز واويلي بيز؟ اويلي بيز يعني الكريم نفسه البيز بتاعه اويلز، فبيسيب بتلاقي وشك مدهنن. ماسي درو جولد لا، الاكوا زي الميه يعني البيز بتاعه بيمتص بسرعه فما بيسيبش اي جريزي ريزدي على السكن، فدي ملائمه جدا مش بس للبشره الدهنيه، كل انواع البشره اكيد هتتضايق لما تحس ان وشها مزيت. ماسي درو جولد الحلو اللي فيه ان بعد ما بتدهني وشك بعديها بدقيقه مش هتحسي انك انت حاطه كريم، دي احلى حاجه في التاريخ يعني. انك انت مش هتحسي انك وشك كله مدهن، بس وشي بيحمر، بيديكي بقى نضاره من اول دهن. بيديكي وش احمر، وش روزي. اي حد بيستخدم ماسي درو جولد بيحس بتنشيط الدوره الدمويه، بيحس بشويه سخونيه على بشرته. اللي معانا دي طريقه الاستخدام على الشاشه. طبعا سهله جدا. طريقه استخدام ماسي درو جولد سهله جدا، لان كتير عملاء بيقولوا لي الدكتوره دي احنا هنحضر وشنا لماسي درو جولد ازاي؟ فهو كريم يعني انت بتستخدميه صباحا او مساء، صباحا ومساء او مساء بس، بالليل البشره بتبقى مرتاحه وبتقدر تستفاد من ماسي درو جولد. بنضغط 3 ضغطات على كف ايدينا وبنوزعه على وشنا كله يا يمنى ورقبتنا وتحت عينينا.
طبعا احنا شايفين النتيجه على البنت. هنا بقى هنا حاطه ميك اب طبعا على بقها وعلى عينيها، لكن على بشرتها حاطه ماسي درجولد بس. فهو بيديكي نضاره حلوه قوي، مش هتحتاجي مع ماسي انك انت تكتري الميك اب اطلاقا يعني. دي حاجه حلوه جدا، دي حاجه جميله قوي. نامل ان كل السيدات يستغنوا خالص عن الميك اب كده ويبقوا يغسلوا وشهم كده ما يحتاجوش حاجه. روش بقى كتير بتقول انا نفسي اغسل وشي واخرج كده. تخيلي انه ده مطلب جماهيري للستات. لا في ناس حلم أيوة عند ناس كتير بيبقى فيه ازمه فعلا عندهم. عايزه تغسل وشها وتتمتع كده بوشها ان هو حلو من غير حاجه. صح. فاعتقد ميسي هيساعدهم كتير. ميسي هيساعدهم كتير جدا لانه بيدي نضاره الفاونديشن وبيدي حمار البلاشر. والكونسيلر احنا بنغطي هالات سوداء بعد فتره من الاستخدام، يعني بنستخدم ماسي درجولد يوميا من بعد الشهر الثاني او الثالث بنشوف تحسن ملحوظ في الهالات السوداء، فيغنيكي حتى على الكونسيلر. عايز اقول لك الكونسيلر لو اتحط على هالات سوداء بيبان اكتر. يعني تحت العين بيبان لونه اكتر. فمهم قوي ان احنا نظبط الكواليتي والارضيه بتاعت الجلد علشان يبقى عندنا ثقه وكاريزما عاليه جدا. وكفايه انك انت بتبقي نازله في الشارع او مع اصحابك شكلك حلو، ايه ده انت مش حاطه ميك اب ازاي شكلك حلو كده؟ صح. فدي احلى حاجه بقى. ده حقيقي. هنروح لتقرير ونرجع نكمل كلام المره الثانيه. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعاده نضاره الوجه لتبدو اصغر سنا ب 10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. في التقرير انه ليك فروع كتير في اماكن كتير مش بس في مصر. موجودين فين؟ احنا طبعا شركتنا الرئيسيه الشركه الام موجوده في ايطاليا، ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت طبعا موجوده في مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جولف مقرها دبي جبل علي دبي الامارات. عندنا شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جولف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات. وقريب هنفتح في امريكا يمنى ان شاء الله، يعني ماسي فارم امريكا مقرها في فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. طيب والتراخيص كمان دي حاجه مهمه جدا ان احنا نشوفها على الشاشه بعد اذنكم وتقول لنا يا دكتوره دينا التراخيص دي منين بالظبط؟ ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من الاتحاد الاوروبي، وكمان مرخص من الامارات حكومه دبي. يعني امن جدا ملوش اي سايد افكتس اطلاقا. طبعا مناسب لكل انواع البشره وكل الوان البشره. سيدات حوامل كتير بتسالني امتى نستخدم ماسي دورو جولد، بقول لهم من بعد الشهر الثالث.
الناس اللي بتعمل الحاجات في وشها، يعني بتعمل مثلا بوتوكس، تعمل فيلر، تعمل جلسات معينه، بلازما، بي ار بي، الحاجات دي كلها مثلا بتسال، يعني هم بيبقوا مهتمين بنفسهم زياده شويه فعاوزين بقى زياده اهتمام. ماسي ايه اخباره مع الحاجات دي؟ في تعرض؟ لا يتعرض اطلاقا، بالعكس ده بيكمل مفعول الفيلر والبوتوكس والبلازما والخيوط. لان ماسي دروجولد طبعا هو انتي رينكل برضه، بيعالج التجاعيد، فبيقدر يطول مفعول الفيلر والبوتوكس ويقدر يعزز المفعول كمان. ماسي دروجولد بيعمل فيس ليفتنج، يعني بيعزز الخيوط كمان. فطبعا بنصح باستخدام ماسي دروجولد مع حقن الفيلر والبوتوكس او حتى البلازما او الخيوط كمان. طب اللي مش عاوزين يحقنوا عندهم مشاكل مثلا، كذا يعني كذا مشكله في الوش وهي مش عاوزه تحقن وعندها مشاكل كبيره، يعني انا عايزه اتكلم عن عندهم تجاعيد جامده، هيعمل معاهم ايه؟ هيحسن طبعا شكل التجاعيد، يعني بيحسن جدا شكل التجاعيد، لان معظم مكونات ماسي دروجولد فعالة بتشتغل على التجاعيد. فلو في فئه عندها تجاعيد جامده ومش عايزه تحقن، ماسي دروجولد هيحسن الشكل بشكل عام. طيب يعني اذا اللي هيحقن يقدر يستخدم ماسي برضو، هيحافظ على مده الحقن ان هو يعيش مده اقل. ومش بس يحافظ يا يمنى، يعني اصلا ماسي دروجولد فيه مكونات مش موجوده في الحقن، البشره محتاجاها جدا. يعني ما ينفعش اصلا نستغنى عن ماسي دروجولد، لان الذهب المضادات للاكسده فيه مهمه، الذهب بيحافظ على انتاج كولاجين، عندك ماده السيراميد مهمه جدا، عندك ماده الكافيار مهمه، كل المكونات دي مش موجوده، والسيليكون اويل مش موجوده في مكونات الفيلر والبوتوكس. فعشان كده لازم نستخدم ماسي دروجولد كمان مع الحقن. طيب واللي مش عاوز يحقن، انت بتقولي هتحسن بنسبه كبيره جدا، يعني لو حتى حسنت بنسبه 70 80% ده نتيجه هايله بالنسبه للي عنده مشكله او عنده تجاعيد. واحنا شايفين دي طبعا حاجات توضيحيه كده لشكل الذهب والكافيار. كافيار من الحاجات المهمة قوي يا جماعة، طبعا هي كمان في منتجات بتبقى مع الكافيار بس، فعلا لان الكافيار غالية جدا. طبعا يا يمنى الكافيار عنصر اساسي لصحة البشرة، الكافيار عنصر اساسي لانك تعلي مناعة البشرة، الكافيار من اهم فوائده التفتيح. تفتيح بشوف كمية عملاء عندي سيدات ورجال بيفتح البشرة، بيفتح، وكتير عملاء مبسوطين بيقول لك بينور بشرتي وبيفتحها وبيوحد لونها. فايه اللي بيفتح ويوحد اللون؟ الكافيار مع الذهب. الاثنين دول طبعا، يعني دول بيشتغلوا على التجاعيد، التجاعيد والتفتيح وتوحيد لون البشره. التفتيح بالنسبه الوش بيتفتح ككل، بينور ككل لانه بيزيل الخلايا الميته والشوائب من على البشره. لو في اثار حب شباب او هالات سوداء بيقدر يوحد لون البشره ويعالج المشاكل دي كمان. بشكرك يا دكتوره دينا. ميرسي على وجودك معايا ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. بنقابلكم يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده 8 صباحا، والحلقات كلها على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم.